نشر تنظيم داعش هذا الشريط ويظهر فيه مقاتلوه قرب مدينة تدمر التاريخية بريف حمص. سيطروا كما يقول ناشطون محليون على كامل المدينة تقريبا، وأعلن التلفزيون السوري الرسمي أن ميليشيات الدفاع الوطني الموالية للنظام تقوم بإجلاء المدنيين من تدمر بعد دخول مقاتلين متطرفين إليها، ما يشير إلى أن الوضع العسكري سيء للغاية. وقالت مصادر محلية إن متطرفي داعش يتجولون بحرية داخل المدينة فيما انسحبت قوات النظام منها. وأعربت منظمة اليونسكو عن قلقها الشديد إزاء دخول التنظيم إلى تدمر، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محليون عن أجواء من الخوف في المدينة التي يقطنها حوالي 30,000 نسمة بعد سيطرة التنظيم على مباني حكومية وأمنية. مسؤولون في النظام قالوا إن مئات التماثيل نقلت من تدمر إلى أماكن آمنة خشية تحطيمها أو سرقتها منذ أن اندلعت المعارك في 13 من الشهر الحالي، لكن الخوف أيضا يحيط بالمتحف والأثار التي لا يمكن نقلها كالأعمدة الرومانية والمعابد والمدافن الملكية، وهي معالم مدرجة على لائحة التراث العالمي وتقع جنوبي غربي مدينة تدمر. مريش حاضر، العربية.